السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. نبدأ حلقتنا مع أهم محاورها. اشتداد أزمة الكابينة الوزارية لثماني وزارات متبقية، وكذلك أزمة الرسائل ما بين الصدر والعامري، الصدر يرسل رسالة والعامري يجيب، وإيقاف قرارات الحكومة السابقة في زمن تصريف الأعمال، وأيضا الصدر يحذر من خطر في الموصل من تداعيات أمنية في الموصل. رحبوا معي بضيوفي من بغداد بالنائب أحمد الكناني، النائب عن تحالف البناء. سيد الكناني مرحبا بك، حياك الله. وأيضا النائب علاء البديري نائب عن تيار الحكمة. سيد البديري مرحبا بك، تحية طيبة لكم، حياك الله. إذن مشاهدينا الكرام نبدأ حلقتنا بهذا التقرير. الخلافات بين تحالف مقتدى الصدر وهادي العامري بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة تدفع باتجاه تعميق الشرخ بين الجانبين، في وقت حذر مراقبون من مغبة تأثير هذا الصراع على إمكانية إكمال حكومة عادل عبد المهدي التي ما زالت ثماني وزارات فيها شاغرة. مسؤولون في تحالف البناء يؤكدون أن رسالة زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر لزعيم تحالف الفتح هادي العامري ومعاتبته ورد العامري عليه وطلبه بكشف معلوماته عن بيع المناصب أمام القضاء أشرت لبداية تقاطع وخلافات بين الجانبين، ويذكرون أن هذا الخلاف يعود سببه إلى حقيبتي الداخلية والثقافة، واللتين يرفض الصدر تولي مرشح تحالف العامري فالح الفياض للأولى ومرشح العصائب للثانية. ورغم انعقاد جلسة البرلمان إلى أن الكابينة لم تستكمل، فالخلافات مستمرة بين الكيانات المتنافسة لنيل أكبر عدد من المكاسب في الحكومة التي تنقصها ثماني وزارات، فيما يتركز الخلاف بشكل أساسي على وزارتي الداخلية والدفاع. خلافات ومشاكسات وشعارات تملأ وسائل الإعلام بخصوص الوزارات المتبقية، والكل يدعي حرصه على مصلحة الوطن في بلد أصبح كل شيء مستباح وقابل للتفاوض. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي من بغداد. أبدأ مع النائب أحمد الكناني، النائب عن تحالف البناء. سيد الكناني، لم نشهد التصويت على أي وزارة اليوم، يعني الكل كان ينتظر أن يتم التصويت على الأقل على خمس وزارات بعيدا عن الوزارات التي حولها الكثير من الملفات الشائكة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم ولمشاهدي قناتكم، حياك الله. يعني صراحة الموضوع ليس خمس وزارات وإنما ست وزارات هي محسومة. نتحفظ على تقريركم أنه الثقافة اليوم، الثقافة حقيقة حسمت بعد رفض الوزير المرشح من قبلنا، تم اختيار أو تقديم أسماء جديدة وتم التوافق عليها، وإن شاء الله ستمضي الأسماء التي تم اختيارها. هذا أولا. أما حقيقة موضوع الوزارتين هي وزارة الداخلية والدفاع. اليوم تحالف البناء بشكل واضح وصريح أعلن أنه هو مرشح لهذه الوزارة هو السيد الفياض. احنا حقيقة اللي علينا سوينا، وايضا السيد عادل عبد المهدي هو بعد عملية اعطاء مجموعة من الاسماء هو اختار المرشحين، فبالتالي اليوم الكرة في ملعب السيد عادل عبد المهدي في حالة يعني رفضه ترشيح السيد الفياض عليه ان يقول هذا الكلام بشكل واضح وصريح، حتى انه تحالف البناء يقوم بتغيير السيد الفياض لهذا المنصب. أما حقيقة موضوع عملية وزارة الداخلية، فوزارة الداخلية اليوم معروفة للمكون السني من إخواننا والدفاع من، نعم، من حصة الدفاع، العفو، من حصة الوطنية اللي هم من ضمن تحالف الإصلاح والإعمار. حقيقة إحنا اليوم إذا أريد نقول هناك عملية بيع وشراء، كان يفترض أنه العملية البيع والشراء هي مو يم تحالف البناء، لأنه تحالف البناء اليوم بشكل واضح مرشح السيد الفياض، وهناك عدم رغبة أو خلاف حول قبول السيد الفياض من قبل كتلة العمار وإصلاح أستاذ الكناني، وهذا واضح.
أستاذ الكناني، نعم. عندما يخاطب السيد الصدر السيد العامري من خلال وسيلة إعلام معروفة عبر تويتر، هذا يدل على أنه وصول الأمور إلى طرق مسدودة؟ لا أعتقد، يعني لا أعتقد ذلك، وإنما السيد مقتدى الصدر حاول يعني أن يرسل رسالة من خلال هذه التغريدة إلى أبناء الشعب العراقي أن هناك خلاف في وجهات نظر معينة أو اتهامات. إحنا نطلب اليوم من خلال فضائياتكم على السيد مقتدى الصدر حقيقة، وكما قال السيد العامري أنه يجب أن تشخص هذه الأسماء ويتم فضحها، لأنه لا اليوم الإعمار ولا تحالف البناء هم قابلين بهذه العملية، لأنه اليوم خصوصا هذه المناصب الأمنية إذا بيعت بهذه المبالغ أنت إيش تترجى بعد من الوزير؟ أكيد هي عملية بيع وشراء، سوف لا يهتم لا بملف أمني ولا خدمة مواطن عراقي، سوف يهتم بكيف أن يسترد هذه الأموال. إحنا نعتقد اليوم الأمر مبالغ به، وحتى أنه لو كان هناك عملية بيع وشراء في منصب الدفاع، يعني أنا أعتقد اليوم على الأخوة في الإصلاح قيادات أو زعامات الإصلاح أن يجلسوا سوية أن يحسموا هذا الموضوع، مثل ما اليوم في المقابل تحالف البناء متمسك بترشيح السيد الفياض، وفي حالة نحن نقول إذا اليوم السيد عادل عبد المهدي قال أنه سحبوا ترشيح السيد الفياض أو أنه ترشيحه يسبب لي إحراج مع الكتل الأخرى، أعتقد اليوم تحالف البناء بصورة عامة عازم، وحتى طبعا الإصلاح والإعمار هم عازمين على أنه يقدمون الدعم اللامحدود للسيد عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة قوية على الأقل قادرة على مواجهة التحديات في المرحلة القادمة. إذا خليني أذهب للنائب علاء البدياري وهو نائب عن تيار الحكمة في تحالف الإصلاح والبناء. أستاذ علاء، يعني بأي منطق الآن تحاولون أن تمنعوا ترشيح الفياض؟ رشحوا تحالف البناء، رشحوا الفياض إلى رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء سيعرضه على البرلمان، ولكم أن تقبلوا أو ترفضوا. أما أن ترفضوا مسبقا، أليست هذه هي اللعبة الديمقراطية؟ أستاذ علاء، تحية طيبة، نعم. لك في البدء تحية طيبة لك ولضيفك الكريم النائب أحمد الكناني وإلى مشاهدي قناة التغيير الفضائية. حياك الله أستاذنا العزيز. يعني إحنا في نظامنا، النظام البرلماني هو نظام ديمقراطي مبني على أسس موجودة في كل أنحاء العالم. عندما تعرض هناك شخصية لتولي أي منصب وزاري، فمن حق أي نائب، وليس كتلة، من حق أي نائب يبدي احترازه ووضع النقاط الإشكالية على هذه الشخصية. هذا مو معناها نحن ماضون بتوافقات والقسم الآخر غير مقتنع بالشخصية التي يتم إعطاها وزارة أمنية مهمة. وأنتم تعلمون والجميع يعلم بأن المرجعية دائما تؤكد على مبدأ المجرب لا يجرب، والسيد عادل عبد المهدي عندما تكلم في البدء على تشكيل الحكومة أخذ بنظر الاعتبار هناك محددات، ومن ضمن هذه المحددات أكد على عدم إعطاء أي نائب في هذه الدورة منصب وزاري، وفي نفس الوقت أكد على أنه لا يمكن إعطاء لشخص مجرب لم يقدم شيء. فمن هذه الأسس التي بالأساس هي أصبحت رأي عام، انطلق أغلب أعضاء مجلس النواب العراقي برفض بعض الشخصيات التي جربت في السابق، وقسم من عدها هم نواب ويانا في هذه الدورة. إذا يطبق القانون على شخص دون شخص آخر فهذا ظلما كبيرا، فعلى الجميع أن يؤكد على دعمه للسيد عادل عبد المهدي بإجراءاته وتأكيداته على عدم إعطاء أي منصب وزاري إلى أي عضو مجلس نواب عراقي، وبالتالي الجميع أيد هذا الرأي ونحن ماضون بهذا التأييد. أما يتم الاستثناء يجب إعطاء المبررات، فمسألة الرفض لأعضاء مجلس النواب العراقي أنا أعتبرها
مسألة صحية لكل عضو مجلس النواب العراقي إلى رأي الخاص، وبالتالي هذا العضو هو أدى اليمين وبالتالي هو الذي يتحمل المسؤولية. وأي تقصير في المستقبل على أي وزير تم التصويت عليه، أنا باعتقادي أعضاء مجلس النواب العراقي هم الذين يتحملون المسؤولية، وبالتالي أنتم والجميع يعلم كل السلبيات التي تطرح في على تلكؤ وزير، مدير عام، وكيل وزير، كل هذه الأمور ترمى على مجلس النواب العراقي. وعندما يعطي رأي مجلس النواب العراقي بشخصية معينة تظهر هناك تصريحات بأن مجلس النواب العراقي يعيق عملية تشكيل الكابينة الوزارية. يا أخي، مو مسألة إعاقة، مسألة أنه يجب أن نصوت على أناس نحن مقتنعين بهم، لأننا هم نحن المسؤولين على هذا الموضوع ولا يتحملها غيرنا. ماكو وسيلة إعلامية تتحمل الأخطاء يعني بكثر ما يتحمل عضو مجلس النواب العراقي. طيب خليني أذهب السيد أحمد الكناني. سيد أحمد الكناني، سمعت ما قاله السيد علاء البديري، بمعنى يعني يقول لك أنا ممثل للشعب وهذه أمانة، وإحنا قررنا من البداية عدم إعطاء أي منصب حكومي لنائب، يعني واحد رشح نفسه حتى يكون نائب، يوصل للنائب بعدين يفكر يريد يروح يصير وزير، ما أنت اخترت من البداية أن تكون نائب في البرلمان، ليش هسه تفكر تريد؟ يعني هي مراحل، هل مجلس النواب هو مرحلة للوصول إلى المناصب؟ يعني يقول لك إحنا بالنسبة لنا نرى أن مصلحة الشعب العراقي والمصلحة العملية السياسية، وحتى لا نلام أنه لا نجرب المجرب. أنا أتفق مع الأستاذ علي في هذا الطرح. اليوم عضو مجلس النواب العراقي وبصورة عامة مجلس النواب هو المسؤولية مباشرة أمام الشعب، مسؤولية أخلاقية شرعية وطنية أمام أبناء الشعب العراقي على اختيار الوزراء، وهذا شيء أكيد. أما موضوع حقيقة اختيار نائب أو يكون وزير، احنا بالمناسبة السيد الفياض هو ليس بنائب في هذه الدورة، لكن هو صحيح رئيس كتلة عطاء أو حزب عطاء اللي مسجل في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، هو رئيس حزب وليس نائب. فبالتالي طبعا كل شخص أو كل نائب أو كل جهة لديها وجهة نظر، وهذه وجهات النظر محترمة، وأعتقد أي وجهة نظر هي تصب بالمصلحة العامة وليس مصالح شخصية، احنا هذا متفقين عليه. فعلا اليوم كل المشاكل أو الخروقات أو حتى اللي الفساد اللي مستشري في دوائر الدولة، أعتقد تتحمل الدورات السابقة، لأنه كان من المفروض أن تمارس الدور الرقابي على الحكومة بعيدا عن المحاباة، أو أنه هذا من حزبي وهذا من كتلتي وهذا من طائفتي. لا بس أستاذ أحمد، إحنا كوسائل إعلام، أستاذ أحمد، إحنا كوسائل إعلام صار لنا راح يصير لنا شهر نحكي فالح الفياض مرشح البناء، والصدر ما يقبل فالح الفياض، وفالح الفياض مرشح البناء والصدر ما يقبل، بمعنى يعني انتم كتحالف كبير ما عندكم غير هذا الاسم، يعني ما احترامنا لشخص فالح الفياض. بالعكس، احنا هاي حتى لا يقولون، طبعا واحدة من الامور اللي انا هذا رايي الشخصي انه هذه حاله صحيه. ليش حاله صحيه؟ انه حتى لا ياتي شخص من خارج او معادي العمليه السياسيه او ضد العمليه السياسيه انه يقول هناك توافقات وصفقات ابرمت واجرت. على العكس، اليوم اكو من يؤيد هذا ترشيح هذا الشخص وكتله تعارض، وهذا شيء صحي. احنا اليوم علينا هذا المرشح هو قبل السيد عادل عبد المهدي، فبالتالي اليوم السيد عادل عبد المهدي اذا يشوف نفسه محرج امام الكتل السياسيه امام ابناء الشعب العراقي، عليه ان يخرج. احنا هسه ندعوه يخرج امام الملأ ويصرح بشكل واضح وصريح انه انا لا ارغب او اسحب ترشيح السيد الفياض من الكابينة الوزارية. هذا السؤال، وأطلب هذا السؤال، خلينا نوجه، أطلب من تحالف البناء أن يرشح لي شخصية أخرى. ممتاز، خلينا أذهب الأستاذ علاء، خليني أذهب الأستاذ علاء. أستاذ علاء، يعني نعمة حالك، يعني الكلام بسيط، أنتم مو كلفتوا السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة ومعطيته الصلاحية، السيد عادل عبد المهدي جاب لك فالح الفياض، هسه تتراجع وتقول لا أنا ما أدعم السيد عادل عبد المهدي؟ أستاذ يعني أنا بفت يعني تصحيح
بسيط، أنا النائب علي وليس علاء. عفوا. ثانيا السؤال لم يتضح أمامي، يعني ما كنت السيد أحمد الكناني. السيد أحمد الكناني لا السيد أحمد الكناني يقول لك احنا بالنسبة لنا أعطينا المرشح لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء مقتنع وراح يقدمه للبرلمان. إذا رئيس الوزراء ما مقتنع احنا نبدله، بس مو أنه كتلة سياسية ما مقتنعة، مو رئيس الوزراء هو اللي يشكل. أستاذنا العزيز، يعني احنا دائما نؤكد على مبدأ أساسي يجب على رئيس الوزراء أن يتبع هذا المبدأ، هو مبدأ المصارحة. ثانيا يعني رئيس الوزراء في بداية انطلاقته يعني كنا نتوقع بأن هذا الشخص هو الذي يمتلك صفة الشجاع الصريح القوي الغير متردد، يعني احنا نتمنى انه رئيس الوزراء فعلا يأتي بهذا الشخص فالح او غير فالح ويعرض امام مجلس النواب العراقي وينتظر رأي مجلس النواب العراقي. فعندما يخرج مجموعة او كتلة تخرج من مجلس النواب العراقي، هاي رأيها الخاص، يعني لا نستطيع ولا تستطيع أي كتلة أن تملي على أي كتلة أو على أي نائب داخل مجلس النواب العراقي. فعندما يخرج لعدم الرضا هذا رأيه الخاص، فعلى رئيس الوزراء أن لا ينتظر من الذي سيخرج ومن الذي سيبقى، المفروض يمتلك الشجاعة والصراحة ويأتي بالكابينة الوزارية مالته ويعرضها. الشخص الذي يمتلك الأغلبية ويحصل على ثقة مجلس النواب العراقي بحصوله على أي وزارة يعتبر وزير، وإذا لم يحصل فالعراق عدد سكانه تجاوز 35 مليون، لا يمكن أن يختزل بشخصية معينة أو بوزير معين. شعب ما وافق علي يجيب الشخصية الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة إلى أن يقتنع مجلس النواب العراقي الذي يعتبر هو صوت الشعب، لأن مجلس النواب العراقي هو الممثل الحقيقي للشعب العراقي. فعلى رئيس الوزراء أن يحترم رأي أعضاء مجلس النواب العراقي بالقبول أو الرفض. طيب. هذه مسألة ديمقراطية يمارسها كل العالم الذي يعيش هذه الحالة. خلينا نسأل هذا السؤال. الشعب العراقي. خلينا نسأل هذا السؤال للسيد أحمد الكناني. أستاذ أحمد، يعني إذا كان هو مرشحكم، يعني ليش ما يأخذ اليوم كانت أكو جلسة، ليش ما يأخذه ويؤديه للبرلمان حتى يصوتون عليه إذا هو يعني مرشح رئيس الوزراء؟ هو هذا اللي نقوله، إحنا اليوم هو مرشح عن تحالف أو كتلة معينة. أنا أعتقد من المفروض مثل ما حدث في الجلسة الأولى اللي تم التصويت على 14 وزير مع تحفظنا على البعض منهم مشوا وصاروا وزراء، احنا نطلب اليوم من السيد عادل عبد المهدي في الجلسة القادمة أن يأتي بهؤلاء الوزراء ويطرحهم أمام البرلمان. في حالة أنه لم يحصلوا على التصويت اللي يمكنهم من أن يكونوا أو يتسنموا منصب الوزير، أنه ممكن السيد عادل عبد المهدي يطالب هذه الكتل باستبداله. لكن هو عدم مجيئه وإصرار بعض الكتل أنه أن لا يأتي السيد عادل عبد المهدي إلا يعني هذه الأسماء تخرج عن الترشيحات، أعتقد هذا الأمر غير صحيح. إحنا اليوم أمام الإعلام وكل الكتل قالت أنه تدعم السيد عادل عبد المهدي، وحتى بعض الكتل أنه هي أنطت الحرية في اختيار وزرائه، وبعض الكتل الأخرى طالبت باستحقاقه. وأيضا هذا النظام معمول به باعتبار إحنا نظام برلماني، بعض المكونات طالبت باستحقاقها وأخذتها. فبالتالي إحنا اليوم ننشد كبرلمان عراقي كأبناء شعب عراقي، اليوم إحنا بأمس الحاجة إلى أنه تستكمل الحكومة، لأن هناك مشاكل كثيرة يعاني منها أبناء الشعب العراقي على المستوى الخدمي الأمني الاقتصادي الاجتماعي. فبالتالي اليوم من الضروري أن يكون وزير موجود، لأنه طيب ما كيف يكون وزير المهدي أستاذ. موضوع أنه إدارة الوزارة بالوكالة هو يعني أستاذ أحمد، يعني أنت كنائب أو موجودة في برنامج الحكومي، رئيس الحكومة غير يجيب لك وزير أو شخص حتى تصوت عليه، هو ماذا يجيب أحد؟ هو
هو أنا أقول هسه من خلال فضائيتكم أنه يجب على السيد عادل عبد المهدي أن يعني الجلسة القادمة أو بعدها أن يأتي بالوزراء، واللي يرفضه النواب. وأنا أعتقد يعني لا تتصور اليوم مثلا يعني سين من المرشحين كتلة معينة هي جايبته، حتى إذا أعضاء الكتلة ما مقتنعين بما يصوتوا له. فبالتالي إحنا نطلب من السيد عادل عبد المهدي أن يأتي بالكابينة الوزارية، واللي ما يحصل على التصويت ثق يعني حتى النواب يقول لي قلت لك من كتلتهم. وصارت عندنا تجربة اختيار رئيس الجمهورية، كانت هناك اتفاق بين الكتل أن يتم التصويت لمرشح آخر، لكن أغلب النواب ارتأوا أن يختارون السيد برهم صالح ومش الموضوع. احنا اليوم حقيقة النواب خرجوا من سطوة الزعامات والكتل السياسية، نعتقد اليوم الفرصة متاحة أمام السيد عادل عبد المهدي أن يمضي بهذا الحل. خلينا نذهب للنائب علي البديري. أستاذ علي، يعني من خلال معلوماتكم شنو اللي يمنع السيد عادل عبد المهدي أن يجيب أحد يعني مرشح سواء كان فالح الفياض أو غير فالح الفياض؟ يعني شنو ليش التأخير هذا؟ والله أتمنى هذا السؤال يطرح على السيد عادل عبد المهدي. أنا باعتقادي لا يوجد أي مبرر، مسألة عادية وطبيعية أن يعرض الاسم على مجلس النواب العراقي ويلاحظ السيد عادل عبد المهدي، لأن هذا الشخص يمتلك ثقة البرلمان العراقي، وبالتالي يمضي بهذه الوزارة وبهذه الشخصية. وإذا لم يحصل على تأييد أعضاء مجلس النواب العراقي أن يتم استبداله. أما يتم التركيز على شخصية وكأنه هذه الشخصية هي عبارة عن العراق، هذه قضية غير منطقية. نحن مؤيدين ومساندين وداعمين للسيد عادل عبد المهدي، وهذا الدعم أنا باعتقادي لا يستمر إلى الأبد. يعني على سبيل المثال، يعني هسه لو عرض السيد فالح أو وزير للدفاع ووزير للتخطيط ووزير للتعليم العالي، إذا حصل على أغلبية أعضاء مجلس النواب العراقي والقسم من أعضاء مجلس النواب العراقي لديهم ملاحظات أو لديهم إشكاليات أو لديهم ملفات فساد على هذا الشخص، طبعا هناك حرية في أي وقت باعتبار عضو مجلس النواب العراقي أعلى جهة رقابية، من حقه أن يقدم هذه الملفات اللي يمتلكها وهذه الأشياء والسلبيات على هذه الشخصية. فمن حقه في أي وقت أنه يبرز هذه الأشياء، كما فعل بعض الأخوة بما يخص وزير الرياضة والشباب، بما يخص وزراء أخر عليهم إشكاليات في المساءلة والعدالة. طبعا هذا حق مشروع وواجب على كل عضو مجلس النواب العراقي عندما يلاحظ هناك ملاحظات قيمة وحقيقية وموثقة أن يبرزها في أي وقت يشاء. هذا شيء معمول به في كل أنحاء العالم. أما أن يتمسك رئيس الوزراء بشخصية ويقول أنا لن أأتي بالكابينة إلا وأن يكون على رأس هذه الكابينة الجديدة أو هذه الأسماء الجديدة الشخصية الفلانية، لا، مو صحيح. هذا مو عملية فرض. يعني إذا ما تمشون هاي الشخصية أنا ما راح أجيكم، ولا أجيب الكابينة، ولا أجيب الأسماء الأخرى، وأعطل العمل. هسه احنا عندنا وزارات معطلة، مثل وزارة التعليم العالي، وزارة كلش مهمة، وزارة التربية، وزارة كلش مهمة، وزارة الدفاع، وزارات كلش أستاذ مهمة. أستاذ علي، ما هو السيد عادل، أنتوا اللي جبتوه وقلتوا هذا شخصية مستقلة وحازم وشجاع وقوي ومخلص وكل شيء. طبعا احنا هذا كان رأينا، صحيح رأينا بالشخصية وليس شخصية عادل عبد المهدي. أي شخصية أكدنا عليها أنه تأتي هذه الشخصية وتأخذ رئاسة الوزراء يجب أن تمتلك هذه الصفات اللي أكدت عليها حتى المرجعية. وبالتالي عندما قال عادل عبد المهدي بأن هذه الصفات أنا أمتلكها، بالعكس احنا قلنا له إذا تمتلك هذه الصفات بالعكس احنا نبحث على الشخصية اللي تمتلك هذه الصفات. فرحبنا به وقلنا له يابا كل امتيازاتنا، كل استحقاقاتنا احنا ما رايديها، امضي بتشكيل الكابينة الوزارية ونحن داعمون لكم،
وأنت لك الحرية في الاختيار، وإذا وجدت أي معارضة من أي كتلة صارح الرأي العام وقول للشعب العراقي بأن هذه الكتلة قاعد تصر على أنه يجب أن يكون هذه الشخصية على رئاسة، هذه الشخصية تكون وزير أو مدير عام أو وكيل. المفروض يصارح الشعب العراقي لأنه إنسان حسب ما أكدنا عليه يجب، قلنا له يجب أن تمتلك الشجاعة ويجب أن يكون لك رأي ولا تفرض الكتل السياسية عليك رأي آخر. وبالتالي هو أكد لحد هذه اللحظة لم ولن يصرح السيد عادل عبد المهدي ويقول بأن الكتلة سين أثرت على عملي وفرضت علي شخصية معينة. لحد الآن هو مطلق الحرية قاعد يمتلكها. كل الكتل السياسية بمختلف مكوناتها سنة شيعة أكراد لحد الآن يصرحون بأنهم داعمون وبقوة للسيد عادل عبد المهدي. لحد الآن ما وجدنا أي معارضة، بس المشكلة وين؟ التلكؤ بتقديم الكابينة واستكمالها، التلكؤ لاحظناه على السيد عادل عبد المهدي، وهذه سلبية نعتبرها للأسف الشديد في بداية عمله. ونحن من خلال قناتكم ومن خلال فضائياتكم المباركة نؤكد للسيد عادل عبد المهدي بأنك يجب أن تمضي بتشكيلتك الوزارية وعليك إتمام الكابينة الوزارية، ولن يأخذك لومة لائم بالحق أبد. هذا الحق، أعرض الأسماء اللي تحظى بالتصويت والثقة أمضي، وإذا لم يحصل على أي شخصية على تأييد مجلس النواب العراق عليك باستبداله، وهذا رأيي وعليك أن تحترم رأي مجلس النواب العراقي. نعم. لأنه انعكاس لرأي الشارع العراقي. طيب خليني أذهب السيد أحمد الكناني. سيد الكناني، يعني مثل ما ذكر النائب علي البديري من أنه السيد عادل عبد المهدي ده يقول يا أما تختارون السيد فالح الفياض يا أما ما أجيب الوزارات الثمانية. يعني بمعنى أكو ست وزارات، يعني حتى حضرتك قلت لي انه يعني وزارة الثقافة تم الاتفاق عليها، يعني ست وزارات متفق عليها واليوم كانت اكو جلسة، ليش ما جابهم وصوت عليهم؟ لو هي عملية ضغط حتى لو اجيب، لو تختارون مرشح البناء لو ما امشي الثمان وزارات اخلي الوزارة ناقصة. طبعا حضرتك سمعت كلام الأستاذ علي، احنا متفقين يعني كنواب هو في كتلة وانا في كتلة، وهذا يعني رأي اغلب النواب اللي مع الفياض واللي ضد الفياض. احنا اليوم نهم نكرر للمرة المئة انه على السيد الفياض ان يأتي. المفروض هو يبررنا عدم مجيئه. اذا هناك ضغط عليه من كتلة معينة يجب ان يصارح ابناء الشعب العراقي، لانه اليوم كل العراقيين يعقدون الأمل على هذه الحكومة لتخليصهم من كثير من المشاكل. أما إحنا هسه صار لنا تقريبا أكثر من شهر، راح يصير وممكن يصير شهرين، المعضلة والعقدة هو اليوم السيد الفياض أو وزارة الداخلية. ما هو الحل؟ واضح الواضح، إذا كان إصرار البناء على السيد الفياض فأنت جيبه، وأنت شوف السيد الفياض يحصل على تصويت او لا يحصل. ما يحصل كتلة البناء او تحالف البناء هو ملزم باستبداله وتقديم مرشح اخر حتى نخرج يعني حقيقة من هذه المشكلة. احنا عندنا ست وزارات شبه محسومة، واعتقد ايضا وزارة الدفاع ايضا محسومة، يعني وضع وزارة الدفاع هو يم السيد اياد علاوي وعنده مرشحين، فاعتقد هي محسومة سبع وزارات، لانه احنا ما اخفيك سر، احنا ما راضين على 14 وزير، هناك ملفات ضد بعض الوزراء، منهم المساءله والعداله، منهم بالنزاهه، من لديه حقيقه قي جنائي. اليوم نحن ايضا محرجين امام ابناء الشعب العراقي انه نطالب باستبدال، اذا قمنا باستبدال او طالبنا باستبدال هؤلاء الوزراء اعتقد الحكومه، لان اليوم محتاج لنا نصف زائد واحد حتى تتمكن الحكومه من عقد جلساتها وتصبح حكومه يعني شرعية. أما إذا يقل عن هذا العدد فتكون فاقدة للشرعية. اليوم إحنا أيضا السيد عادل عبد المهدي قاعد يحرجنا أمام الشارع العراقي بسبب وجود بعض الوزراء اللي عليهم ملاحظات. إحنا نطلب مني اليوم أن يأتي بالسبع وزارات أو الست وزارات إلى مجلس النواب، حتى أنه تعرفون حضراتكم يعني اليوم وزير
هو مشغول بوزارة وبها تركة ثقيلة من المشاكل أنه ينشغل بوزارة أخرى، هاي عملية الوكالات بالوزارة وإدارتها، هذا شيء غير صحيح. يعني اليوم إحنا مشكلتنا ليس في فقط شخص الوزير. اليوم الوزير على سبيل الفرض وزير المالية على سبيل الفرض، أقول عفوا، وزير موارد المائية مكلف في وزارة مثلا التعليم العالي. اليوم وزارة التعليم العالي لديها مشاكل كثيرة، وأيضا مشكلتنا في الوكلاء والمدراء العامين. اليوم الوزارة هي بيد الوكلاء والمدراء العامين، لأن الوزير مشغول بوزارة مهمة وبها مشاكل وبها مساس مع المواطن. فإحنا هم نعيد مطالباتنا ونقول للسيد عادل عبد المهدي أنه خلي يحسم هذا الموضوع، وإذا كان هناك ضغط معين عليه من قبل كتلة سياسية مطلوب من يم حقيقة أن يوضح لأبناء الشعب العراقي. وإذا استمر هذا الحال أعتقد سوف يفقد دعم البرلمان ودعم الشعب العراقي ودعم حتى المرجعية. تمام، خليني أذهب إلى سيد علي البديري. حضرة النائب، ملف الفساد يعني من ضمن أولوياتكم وشعاراتكم التي رفعتموها في الإصلاح والإعمار، وتيار الحكمة كان عراب لذلك الأمر. هل تنتظرون شيء لتبدأوا في ملف مكافحة الفساد، فتح ملفات الموصل مثلا؟ طبعا أهم موضوع هو إن شاء الله في هذه الدورة هو موضوع الفساد وملفات الفساد، لأنه نجاح أي حكومة يتركز نجاح هذه الحكومة على تخليصها من هذه الآفة الخطيرة وهي آفة الفساد. ونحن لدينا ثقة بالسيد عادل عبد المهدي، إذا تم اختيار بعض الوزراء الموجودين في هذه الدورة الذين عليهم الكثير من الملاحظات، والقسم الآخر بدأ يسمى كابينة عادل عبد المهدي بالكابينة العائلية، لأن نلاحظ يعني وزيرين من عائلة واحدة، يعني وهناك تأثيرات بالقرابة والعلاقة، طبعا هاي ظهرت في هذه الكابينة. لحد الآن نحن لم نعطي أي اعتراض على هذا الموضوع علني، ولن نقول بأن كابينة السيد عادل عبد المهدي كابينة سيئة. أملنا الوحيد أنه السيد عادل عبد المهدي يتجه وبشكل كبير لهيئة النزاهة ويختار قائد لهذه الهيئة، وكشف كل ملفات الفساد السابقة التي تم من خلالها هدر المال العام. أموال العراق هدرت، أموال الشعب العراقي هدرت في السنوات السابقة بالسنوات الانفجارية وغيرها، والشعب العراقي ينتظر من السيد عادل عبد المهدي هو إخراج هذه الملفات ومحاسبة المقصرين. وأنا باعتقادي كل مجلس النواب العراقي سيكون داعم وساند لأي إجراء تتخذه الحكومة، يعني كل بما كل يخص كل البرلمان، يعني كثير، يعني لأنه أغلب الملفات هي تخص مسؤولين أو أجزاء من 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 كتل سياسية موجودة في البرلمان. ولا منه كان سرق العراق؟ صراحة يعني أنا أتكلم لك ليس كعضو مجلس النواب العراقي، بس مجلس النواب العراقي في هذه الدورة لقد ظلمه. يعني للأسف الشديد احنا عندنا الإعمام صار يعني كثقافة عندنا بالشارع، يعني إذا نائب مقصر أصبح مجلس النواب العراقي كله مقصر، إذا وزير فاسد يطلع مجلس النواب العراقي فاسد. هذه يعني هاي نظرة للأسف الشديد هي عبارة عن هجمة للنظام العراقي باعتبار نظام جمهورية العراق نظام برلماني، هذا استهداف إقليمي ودولي لضرب مجلس النواب العراقي. لا يخلو، ماكو جهة تخلو من فساد بنسبة 100%. عندنا أعضاء مجلس النواب، بس هذا لا يعني المؤسسة التشريعية فاسدة. إذا أكو نائب أو نائبين أو ثلاثة من أصل 328 نائب، هذا لا يعني أنه مجلس النواب العراقي فاسد. ومجلس النواب العراقي سيحاسب أي
عضو في مجلس النواب العراقي إذا ثبت وبالدليل أنه عليه ملفات فساد، وإن شاء الله الأيام راح تثبت لكم مجلس النواب العراقي. ونتمنى من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في يوم الأيام يقدم لنا فد ملف على عضو ويانا، زميل ويانا، سيكون إجراء مجلس النواب العراقي سريع جدا بإحالة هذا العضو للنزاهة بيع المناصب أستاذ حتى ينال جزاءه العادل. بيع المناصب ما موجود داخل البرلمان؟ نعم، بيع المناصب بس إذا أتحدث عن بيع المناصب الوزارية، عن بيع مناصب يعني حد يعني بيع مناصب وزارية، وأتحدث عنها السيد مقتدى الصدر. صحيح، موجودة هاي الظاهرة، موجودة مو بس هاي الدورة، بكل الدورات السابقة هذه الظاهرة أصبحت ثقافة للأسف الشديد. يعني مسألة عادية لما يخرج زعيم كتلة يقوم بعملية المساوم بالبيع والشراء، هذا لا يعني أنه أعضاء مجلس النواب العراقي هم الذين يقومون بعملية البيع والشراء، لا. وكلام السيد مقتدى كلام جدا واضح، ورد السيد العامري أيضا هم واضح جدا بهذا الموضوع. نحن لما نتكلم السيد مقتدى أو السيد العامري عندما تكلموا باسم مجلس النواب العراقي، نحن لن ولم نؤيد أو نساند هذه الظاهرة الخطيرة التي جعلت مؤسسات الدولة للأسف الشديد من سيء إلى أسوأ. لا، احنا ضد هذه الظاهرة. وعلى السيد مقتدى الصدر وهو عندما تكلم بالدليل، ما تكلم مجرد انه استاذ علي. خلينا بعد نسال، هناك ادله. خلينا نسال استاذ احمد، خلينا نسال استاذ احمد، عذرا على المقاطعه. استاذ احمد الكناني، السيد الصدر قال في رسالته اللي وجهها للسيد العامري: تعهدنا بان العراق هو سيكون الكتله الاكبر، وتحالفي كان معك وليس مع الفاسدين الميليشياويين. انتوا عندكم تنظيمكم فاسدين وميليشياويين؟ والله يعني هو على السيد الصدر ان يكون اكثر صراحه، واحنا تعودنا منه الجراه والشجاعه ان يشخص الاشياء بمسمياتها. اما حقيقه اطلاق هذه الاتهامات انه تعمم كتله الفتح، اليوم الفتح او البناء يتكون من مجموعه من التحالفات من ضمن الفتح، هو كان رسالته موجهه الى السيد الى الفتح، يعني حدد الفتح. احنا الحقيقه الفتح بشخصيات لديها تاريخ جهادي وقدمت ولديها شهداء، وكان لها الدور الكبير في مشاركه قواتنا الامنيه وقوات الحج الشعبي في تطهير اراضينا من براثن داعش التكفيريه. فبالتالي احنا اليوم التشخيص احنا من خلال يعني نوجه عتبنا الى السيد مقتدى الصدر الاخ الكبير انه يعمم. احنا كان يفترض انه نشخص الشخصيات هذه الفاسده التي تبيع وتشتري هذه المناصب، لان انا قلت في بدايه كلامي اليوم اللي يشتري منصب بهذه الاموال الطائله لا تهمه لا مصلحه العراق ولا اي مصلحه، وانما تهمه مصلحته الشخصيه، بحيث انه هي عمليه بيع وشراء اكيد سوف يسخر هذه الوزاره لمصالحه الشخصيه من اجل استرداد هذه الاموال. فبالتالي حقيقه هذا التعميم احنا شوي نتحفظ عليه. ان شاء الله احنا في مجلس النواب العراقي بعيدا عن كل المسميات اليوم حقيقه عازمين انه نحاسب جميع الفاسدين، والذين حتى اللي في الدورات السابقه الحكومات السابقه عفوا انه لا يصورون انه لن تطالهم يد القضاء والنزاهة. ونأمل أيضا من النزاهة أن تأخذ دورها ولا تجامل. يعني أنا أذكر لك حالة أنه عندما صوت البرلمان العراقي على كابينة على 14 وزير، أنا كنائب بعثت كتاب إلى هيئة النزاهة أنه نطالب بكشف أو وضعية من لديه ملف بالنزاهة في هيئة النزاهة. للأسف الشديد إلى هذا اليوم، يعني من تاريخ 25/10 إلى هذا اليوم لا يوجد رد من هيئة النزاهة. إذن هيئة النزاهة أعتقد إذا لم ترد على كتاب نائب أو حتى أنه أغلب النواب أيضا حقيقة تضع نفسها في موضع الشبهات، وأيضا سوف تحاسب من قبل البرلمان العراقي، لأنه لا يمكن السكوت. ونحن نعلم أن أكثر من وزير لديه ملف
في النزاع عندما كان وكيل أو مدير عام، وهذه حقيقة حالة مرفوضة. اليوم كل أبناء كل المؤسسات اللي هي التشريعية أو القضائية أو حتى الحكومية اليوم هي أمام مسؤولية أن تفضح هؤلاء الفاسدين والمفسدين الذين لا هم لهم سوى مصلحتهم الشخصية. طيب كل يوم تصريح أستاذ أحمد السيد أيضا للسيد الصدر يحذر من خطر يحيط بمدينة الموصل، لكن رئيس أركان الجيش استبعد العودة إلى المربع الأول، وعندنا معلومات أنه الموصل عادت نفس مأساة ما قبل 2014، ما قبل دخول داعش، أيضا الأجهزة الأمنية فاسدة، أخذ أتاوات، اعتقال على الهوية ثم دفع أموال ورشا وإطلاق سراحهم، أكو ناس من داعش لا زالوا موجودين ولم يتم اعتقالهم ولم يخرجوا حتى من مناصبهم. طبعا بهذا الخصوص حقيقة مجلس النواب العراقي شكل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع، وأغلبهم من نواب الموصل، ونعتقد لديهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على استيضاح أو عفوا يعني استيضاح الأمر، لأنه نعتقد اليوم هذه الخلايا لو عادت أكيد سوف أيضا ستذهب دماء كثيرة، جهد كبير سيذهب على القوى الأمنية، تكثيف الجانب الاستخباري. اليوم الموضوع الاستخبارات جدا مهم حتى نقضي على هذا. أما موضوع حقيقة موضوع أنه عودة الأتاوات وعلى المواطن الموصلي، هذه أيضا نرفضها، وأيضا سوف نطالب بالتحقيق بهذا الموضوع، لأنه وحدة من أسباب سقوط الموصل هو الضغط من قبل قوات آنذاك التي كانت تمسك زمام الأمور في مدينة الموصل، مما حقيقة أدى إلى تردي الواقع الأمني ونمو هذه الخلايا المتطرفة. وبالتالي حقيقة هي كلها اليوم مطلوب من الحكومة ولا سيما القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي أن يهتم بهذا الموضوع، ويؤخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، لأنه لا سامح الله إذا عادت هذه الخلايا ونشطت وعادت هذه الأتاوات وفرض الرشاوي على المواطن سواء في الموصل أو محافظة، أعتقد سوف يكون هناك خلل، وهذا الخلل قلت لك راح يضر عموم أبناء الشعب العراقي. لا سامح الله إذا صارت مشكلة اليوم بالموصل، يعني أقلها احترام للدماء التي سالت، احترام للدماء التي سالت. خليني أذهب إلى اليوم إذا صارت مشكلة من هذا النوع، بس بثواني، إذا صارت مشكلة بالموصل أعتقد سوف يدفع ثمنها ابن البصرة وابن النجف وابن العمارة وابن الأنبار. فبالتالي حقيقة اليوم محتاجين أن نكثف الجهود للقضاء على هذه الظواهر. أذهب إلى السيد علي البدياري النائب عن تيار الحكمة في تحالف الإصلاح والإعمار. سيد البديري، يعني اليوم تغريدة الصدر هي ليست جديدة، هذه المعلومة نحن تحدثنا فيها في الإعلام كثيرا، أنه الموصل نينوى في خطر، هناك خطر عودة داعش، والأسباب موجودة، الأسباب أنه الأجهزة الأمنية هي خارجة على القانون. طبعا يعني السبب الرئيسي بهذه التجاوزات هو الفساد، يعني طبعا عودة للماضي القريب، سبب دخول داعش ووصوله إلى أسوار بغداد هو بسبب الفساد لدى القيادات الأمنية الموجودة في تلك الفترة. وبعدين يعني لما شكلت لجان تحقيقية بعدما هدرت الدماء وفلشت ودمرت المدن، تم تدميرها بشكل بعض المدن بشكل كبير جدا، شكلت لجان تحقيقية في مجلس النواب العراقي، وتم استدعاء الكثير من القادة والضباط، ومجلس النواب العراقي صوت على قرارات هذه اللجان التحقيقية، ولكن للأسف الشديد لم نلاحظ تم القصاص وإعدام أحد الذين تسببوا بدخول داعش ودمار البلد. أصلاً هذه اللجان والقرارات وضعت على الرفوف، وبالتالي عندما تتكرر المأساة بنفس الأسباب التي كانت موجودة سابقاً، نعم
هذا الضابط الموجود الفاسد مقتنع تماما بأنه لا يوجد شيء اسمه عقاب. وصلت الفكرة أستاذ، وعند دليل أستاذ علي، والله وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. أنا أشكرك النائب علي البديري، النائب عن تيار الحكمة وعن تحالف الإصلاح والإعمار، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر النائب أحمد الكناني، النائب عن تحالف البناء، مباشرة كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.